مستمعين فقرتنا الأخيرة ضمن برنامجنا صباحنا غير. أكيد أريج رح نروح لحملة معا نستمر، وهي حملة وثقت حضورها بالتواجد الميداني بين الناس لتكون صوت محبة سوري من القلب للقلب، وبالأخص مع حماة الديار أبطال الجيش العربي السوري. وهالحملة بعامها الخامس مستمرة، لكن هالمرة اتخذت المبادرة عنوان من وحي البطولات، بطولات جيشنا الأسطوري منا وفينا لدعم الأسر، أسر الشهداء والمتضررين من الحرب. وللمزيد أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المسؤولة عن الحملة الإعلامية ريم عبد اللطيف. يسعد صباحك. صباحكم جميعا أصدقائي وزملائي في الإخبارية السورية، الصوت العربي السوري المقاوم دائما. يسعد أوقاتك. بالبداية ممكن تخبرينا أكثر عن مبادرة جيشنا الأسطوري منا وفينا، ولمين توجهتوا بهالحملة؟ بداية شكرا لكم في كل صباح، ونحن في كل صباح نجدد التحية والإكرام للجيش العربي السوري وللقوات الرديفة العاملة معه، لأنه نحن بفضلهم موجودون الآن وحاضرون معكم. وأكيد دائما في كل وقت نقول السمو والقداسة لأرواح وجراح من نحن بدمائهم نعيش بهذه النبض من الحياة. هذا العمل كان قد استمر منذ شهرين، وسميناه يعني مثل بلغتنا الحلوة جيشنا الأسطوري منا وفينا. قدمنا هدية لأبطال الجيش العربي السوري من لما تزامن مع انتصاراتهم بالميدان، كان بانتصارات حلب ومن ثم انتصارات تدمر. وكمان تابعنا بهذا الدعم قدمناه لأسر الشهداء وأسر العساكر الموجودين بالميدان، منهم رجعوا على الميدان ومنهم ما زالوا موجودين يعني بالمعركة. فنحن كنا حاضرين مع هذه الأسر، لعدد من هذه الأسر ومع أطفالهم، قدمنا الدعم قدر الإمكان وقدر استطاعة حملة معا نستمر واستطاعة الأصدقاء المنضمين إلى حملة معا نستمر. طبعا هذا العمل استمر منذ شهرين، وكمان استمرينا لهذا الشهر بسبب انتصارات جوبر ومنقول الرحمة لشهداء جوبر. ونحن مخصصت هذا الشهر لدعم أسر أغلبية العساكر اللي نحن قدرنا نوصل لهم بطرطوس، واللي موجودين معنا بالريف القريب. يعني نحن أصدقاء حملة معا نستمر فعاليات اقتصادية. نعم معكم أنا. نعم عم نسمعك. عفوا تفضلي. فعاليات اقتصادية، ويعني كل يوم بتقدم شيء جديد لهؤلاء الأسر. إن شاء الله نحن بنقدر نكفي، بنقدر نكون حاضرين قدر الإمكان بدعم مادي ودعم معنوي، لأن هؤلاء أيضا يحتاجون إلى دعم المعنوي قبل المادي. نحن أيام نقول القليل من الخيل هو كثير من الفرح لمن يحتاج، لأنه الخير حاضر دائما إن شاء الله من الشرفاء الذين يحبون الوطن ويقدمون دائما الدعم من أجل استمرار هذا الفرح. نعم. كمان بيكون في تشبيك مع عدة جهات، خبريني أكثر عن أهمية هذا التشكيك وقديش تشبيك عفوا وقديش بالفعل بيحقق أهداف لهالحملة. طبعا حملة معنا نستمر عنا أصدقاء نحن لمكتب الجرحى في صحة طرطوس، ولعدد أيضا من المراكز التي تقدم العلاجات الفيزيائية للجرحى. نحن نعرف الجرحى دائما يحتاجون إلى اهتمام، وعنا أيضا أصدقاء فعاليات اقتصادية كبيرة جدا ولها أسماء معروفة. طبعا أنا كنت بتمنى نحن لو بنقدر نقدمهم، ولكن هذه أعمال وطنية خيرية إنسانية ما بنحبها، هنهم ما بيرضوا. هذا وفاء منا إلا لأسر الأبطال الجيش العربي السوري ولأسر الشهداء. طبعا في تعاون كثير كبير، لأنه نحن دائما بنقول يد واحدة ما بتقدر تعمل شيء. نحن متعاونين، أي طلب بيوصل لعندنا أو أي معلومة بتوصل لعندنا لمن يحتاج المساعدة، نحن بنقدر نقدم من أي جهة العون والمساعدة قدر الإمكان. أكثر ما نتعاون هو مع مديرية الصحة ومكتب الجرحى. طبعا الجهة الحزبية جدا تعمل معنا ونعمل معها، والجهة الرسمية التي تخص محافظة طرطوس. يعني دائما نشكر سيد محافظ طرطوس، مهما طلبنا منه أي مساعدة فيما يخص أسر الشهداء ودعم العساكر والجرحى هو حاضر معنا دائما.
وعن جد انا بتشكر كثير اشخاص هم اصدقاء حمله معنا السمر، استمروا معنا من سنين طويله ولغايه اليوم. اليوم نحن مكفيين بهذا الدعم. هلا انا بقول في جانب اخر هو اهتمام بعدد جرحى نحن كنا متواصلين معهم من سنتين واكثر، ولليوم نحن بنقدم المساعده لانه جراحهم كثير صعبه، وانا بعتذر منهم كلياتهم. كنت بتمنى اني انا اكون ظاهره معهم وظاهرين معي لانهم منهم بيعطونا الشرف لحملتنا، ولكن حفاظا على جراحهم وعلى آلامهم نحن ما بنحب كثير نشدد على هذا الموضوع. بنتمنى لهم بس الشفاء، بنتمنى لهم الشفاء العاجل، نقدر نقدم لهم الخير قدر الامكان. ودائما عبر اذاعتكم انا بقول وعبر هذا الاعلام المقاوم، كل من يحتاج يتواصل معنا باي وسيله، يعرفون مكتبنا ويعرفون اصدقاء الحمله، يعرفون ارقامنا، نحن ان شاء الله نكون حاضرين لتقديم المساعده مهما استطعنا. نعم نعم ست ريم، يعني 5 سنين من العالم مجتمعي مع اكيد مع جرحى الجيش العربي السوري وايضا ذويهم. شكرا كثير لحضرتك، بنتمنى لكم التوفيق دائما بكل شيء قادم، واكيد الاخباريه السوريه دائما بتكون مواكبه لكل نشاطاتكم. انا بس بدي اشكر الاخباريه السوريه وكل الاعلام السوري لانه فعلا هو مرافق وينقل دائما العمل الوطني الداعم والعمل الخيري والتطوعي. اهم شيء فكره العمل التطوعي في هذه الظروف مشان ناكد على استمرار نبض الحياه للشارع السوري. بالتاكيد نكون يد بلاد وما عنا استمر دائما ان شاء الله. شكرا لكم اصدقائي. شكرا لك سيده ريم عبد اللطيف على هالمداخله، وايضا نتمنى دائما لفعالياتكم تلقى النجاح.